هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة. الطقس هيكون شديد الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة على كافة الأنحاء. كمان في النهاردة نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وهتكون مثيرة للرمال والأتربة وهتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق غرب البلاد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هلا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، في نشاط للرياح وكمان في أتربة، قولي لنا بقى تفاصيل الجو إيه النهاردة. بالفعل يمكن زي ما نوهنا في نشراتنا دايما من بداية الأسبوع إن هيكون في موجة من موجات ارتفاع قيم درجات الحرارة المعتادين عليها دايما في فصل الربيع، هتبتدي اليوم الثلاثاء وتستمر معانا حتى يوم الخميس. ذروة الموجة دي هتكون غدا الأربعاء إن شاء الله، وده بسبب إن احنا بنتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية الجنوبية. الكتل دي مرتفعة بشكل كبير في قيم درجات حرارتها خلال فترة النهار، بالإضافة كمان لوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده بيساعد بشكل كبير على ارتفاع قيم درجات الحرارة. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى ترتفع عن الأمس بمعدل من 5 لـ6 درجات، وتكون 38 درجة مئوية خلال فترة النهار، فبالتالي في ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية. تعتبر درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي من 8 لـ10 درجات. أجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار، وده في أغلب محافظات الجمهورية من سواحلنا الشمالية الغربية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. أغلب المحافظات أجواءها شديدة الحرارة فترة النهار، كمان فترات الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس طبعا بيكون في انخفاض قيم درجات الحرارة، لكن احنا هنلاحظ في 48 ساعة اللي جاية ان البرودة قلت تماما من الجو، درجات الحرارة الصغرى ارتفعت، لان احنا متوقع درجة حرارة صغرى على القاهرة الكبرى خلال فترة الليل ما بين 25 و 26 درجة مئوية. فأيضا فترة الليل هتكون أجواءها معتدلة تماما، أجواء هي ربيعية لكن أشبه للأجواء الصيفية يعني خلال 72 ساعة اللي جاية إن شاء الله. كمان العنصر الثاني اللي معانا في الحالة الجوية هو نشاط الرياح. اليوم هيكون في نشاط للرياح في معظم المحافظات الشمالية. نشاط الرياح ده سرعاته ما بين 30 لـ35 كيلومتر على الساعة. نحس بيه أكثر في المناطق الشمالية فترات المساء أو ساعات الليل، ده يساعد على تلطيف الأجواء بعض الشيء. لكن بس هيأثر على الرؤية يا دكتور منار؟ في تأثير على الرؤية؟ بالفعل في المنطقة الغربية هيأثر بشكل كبير، لأن سرعات الرياح في المنطقة الغربية تتجاوز 45 كيلومتر على الساعة. المنطقة الغربية دي اللي هي الصحراء الغربية وسواحلنا الشمالية الغربية، مرورا بالسلو ومطروح سيدي براني العالمين، وممكن كمان مناطق من الإسكندرية سرعات الرياح ترتفع بشكل كبير، فده بيؤدي لإثارة الرمال والأتربة، وطبعا ده يؤدي إلى تدهور كبير وانخفاض في الرؤية الأفقية في غرب البلاد. لكن الأتربة والرمال المسارة طبعا في المناطق الداخلية مش هتحس بيها بالشكل الكبير، هي المنطقة الغربية اللي هتحس بالأتربة والرمال المسارة بشكل كبير. بكرة الأربعاء زي ما قلنا ذروة ارتفاع قيم درجات الحرارة، واللي متوقع أن العظمى على القاهرة الكبرى توصل لـ40 درجة مئوية خلال فترة النهار، فبالتالي مزيد من الإحساس بالأجواء شديدة الحرارة فترة النهار. سرعات الرياح تقل في بعض المناطق، لكن هيكون في اتربه وشوائب عالقه موجوده في الجو، دي ممكن برضو تاثر على الرؤيه الافقيه. مع يوم الخميس تنكسر حده ارتفاع قيم درجات الحراره وتكون 36 عظمى على القاهره الكبرى، لكن احساسنا بالطقس ايضا يوم الخميس هيكون طقس شديد الحراره. التحسن والاحساس بالاجواء تاني الاجواء الربيعيه فترة النهار ده هيكون من يوم الجمعة إن شاء الله، متوقع مع يوم الجمعة تنخفض قيم درجات الحرارة ويكون في منخفض جوي في طبقات الجو العليا، فده هيساعد على وجود السحب وانخفاض قيم درجات الحرارة، وفرص الأمطار هتبقى موجودة بشكل مؤثر يوم الجمعة في المناطق اللي موجودة في سلاسل جبال البحر الأحمر أو سيناء أو مناطق من جنوب البلاد أو جنوب الصعيد تحديدا. فمهم جدا خلال 72 ساعة اللي جاية بننصح كل سادة مواطنين
بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس وقت الظهيره طبعا. تحديدا من الساعه 1 للساعه 3 4 العصر، الفتره دي اللي بنسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله. بقدر الامكان نتجنب اشعه الشمس لان هي نسب رطوبه منخفضه، فبالتالي هنحس بقيم درجات حراره نفس القيم لو انا تجنبت اشعه الشمس. لو تعرضت لاشعه الشمس بشكل مباشر هحس بارتفاعات اكثر في قيم درجات الحراره. نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، اهمهم طبعا ازازه الميه تبقى موجوده طبعا. في جهه مدار اليوم. ومرضى الحساسيه الصدريه طبعا والجيوب الانفيه يفضل خلال يعني 72 ساعه اللي جايه واحنا خارجين لازم نرتدي الكمامات، والقياده تكون بهدوء تام على اغلب الطرق المؤديه من والى المنطقه الغربيه، سواء حنا الغربيه او مناطق من الصحراء الغربيه، ناخد بالنا بشكل كبير، قياده بهدوء تام وحذر شديد. وطبعا نستمر في المتابعه اليوميه للنشرات الجويه لان الربيع دايما معروف بتقلبات الجويه الحاده. صحيح. ونشكر حضرتك دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وتعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة العظمى هتكون 38 والصغرى 26 والعاصمة الإدارية 39 25، الإسكندرية 37 25 والعالمين الجديدة 38 24، مطروح 38 24 أيضا، ودمياط 32 22، بورسعيد 27-22 والإسماعيلية 38-23، السويس 38-24 والعريش 30-18، كاترين 29-18 وطابة 34-25، حلايب 32-25 وشلاتين 34-24، شرم الشيخ 37-25 والغردقة 36-26، الفيوم 39-24 وبني سويف أيضا 39-24، الوادي الجديد 40-25 وأسيوط 40-24، سوهاج 39-25 وإنا 40-25، الأقصر 41-26، أسوان 42-26. دي كانت نشرتنا الجوية المفصلة، ودلوقتي عودة مرة تانية لبسنت وشاذلي ومتابعة فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا. شكرا.